جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يحجبني أمر أقرأ سورة ياسين ثم أدعو الله فأقول: اللهم إني أسألك بياسين وكل آية فيها أن تفرج عني وأن تعطيني، وهكذا. هل ما أفعله صحيح؟ ما تفعله غير صحيح، لأنه لا دليل عليه. فسورة ياسين ليس لها هذه الخاصية، وإنما هي سورة من القرآن كسائر سور القرآن، فيها ما للقرآن من الفضائل، ولا يخصص شيء من القرآن سورة أو آية إلا بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، يصلي ويدعو الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: واستعينوا صبري والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيصلي المسلم نافلة، أو إذا حضرت الفريضة صلي الفريضة ويدعو الله بتفريج همه وغمه في ركوعه وفي سجوده وبعد صلاته.